وللمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد سرور، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب. سيد محمد، يعني نريد أن نستفهم ونستوضح تفاصيل أكثر حول التسهيلات الضريبية الجديدة، وكيف يمكن أن تخدم دعم القطاع الخاص لمجال الاستثمارات. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة احنا بنتكلم امبارح التصريحات اللي قالها او تفضل بيها دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية كانت بمثابة الانطلاقة الأولى او المرحلة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية. الحقيقة مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية بتستهدف يعني تحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية وفتح صفحة جديدة مع السادة المولين والمستثمرين. بنقول فيها ان احنا في شراكة ما بين الاطراف، وبالتالي من مصلحتنا كلنا ان احنا نبقى متعاونين وننهي كل النزاعات الموجودة ونتعامل بمنتهى الشفافية والعدالة الضريبية. نعم، وفقا لذلك كيف يمكن يعني التحكم في فكرة السقف الضريبي، لأنها طرحت أيضا ضمن هذه التسهيلات؟ احنا نقول بس الاول ان احنا في المبادره دي، مبادره التسهيلات الضريبيه، احنا اشتغلنا في اتجاهين. الاتجاه الاول وهو بنحل فيه، بنحط حلول لكل المنازعات القديمه اللي موجوده مع الساده المولين عن السنوات السابقه، وده امر في غايه الاهميه للطرفين. بالنسبه للمولين محدش محتاج ان هو يبقى في منازعه قائمه وفي مقابل تاخير عمال بيتحسب طول الوقت عليهم. من مصلحه المولين ان هم ينهوا كل المنازعات الضريبيه المعلقه مع مصلحه الضرائب المصريه. وكمان المصلحه او مصلحه الضرائب المصريه بتسعى بشكل كبير جدا ان هي تجهز على ارصده المنازعات اللي موجوده علشان نبدا عصر الميكنه ونفتح صفحه جديده مع كل المورين في ظل المنظومات الالكترونيه اللي انشاتها مصلحه الضرائب المصريه. نعم. المحور الثاني طبعا الاصلاحات اللي تمت على الموضوع المنازعات ده، فيها هيبقى مجموعه من الاصلاحات التشريعيه على القوانين علشان نقدر نجهز على رصيد المنازعات القائم ده، ومنها اصلاحات تنفيذيه هتبقى زي ما تفضل دوله رئيس مجلس الوزراء وقال في المؤتمر الصحفي امبارح ان هيبقى في قرارات من رئاسه مجلس الوزراء، هيبقى في قرارات من وزير الماليه، قرارات من رئيس المصلحه، علشان نقدر نفعل منظومه الاصلاح اللي هتتم دي والتسهيلات اللي هتتم على المنازعات اللي قائمة بين المصلحة وبين المولين. من ضمن الأمور يا أستاذ محمد الإفراج الجمركي، تسهيلات إجراءات الإفراج الجمركي واحدة من مطالب المستثمرين ومطالب القطاع الخاص أيضا. خلينا بس نقول إن الإفراج الجمركي ده أمر يخص مصلحة الجمارك المصرية مش الضرائب المصرية. نعم. احنا دلوقتي بصدد التسهيلات الضريبيه متعلقه بمصلحه الضرائب المصريه. الاتجاه الاخر هو اتجاه بنبص للمستقبل وتوضيح رؤيه، تبقى في رؤيه كامله للساده المولين والمستثمرين عن مصلحه الضرائب المصريه، وده وقفنا فيه على كل التحديات اللي بتواجه الساده المولين والمستثمرين ووضع حلول جذريه لكل التحديات دي. وكان من ابرزها كل الاصلاحات اللي تفضل دوله رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الماليه ووضحها امبارح في المؤتمر الصحفي، واللي على راسها المنظومه او النظام الضريبي المتكامل للمشروعات الصغيره، واللي هيتضمن حزمه كبيره من الاعفاءات او الحوافز الضريبيه لبعض الاوعيه اللي موجوده او اللي مخاطبه باحكام النظام المتكامل اللي هيتم اصداره قريبا باذن الله. نعم. المشكله كانت بتواجه الساده الممولين في التعامل او الساده او المشروعات الصغيره، كانت بتواجههم مشكله في ان هم مخاطبين باكثر من قانون، فكان بيحصل يعني مشكله في فهم كل القوانين دي، فكان بيبقى في تخوفات كتير من التقديرات وغيره وخلافه يعني. نعم. في ضوء القانون او النظام المتكامل ده احنا جمعنا كل القوانين في قانون واحد بس، كل الاوعيه مخاطبه باحكام هذا القانون، اذا الممول او المستثمر اللي هيبقى مخاطب باحكام النظام المتكامل للمشروعات دي هيلاقي كل المعالجات الضريبيه اللي خاصه بيه في قانون واحد، مش محتاج يروح في مكان تاني، مش محتاج يقرا اكتر من قانون عشان يعرف فين حقوقه وفين التزاماته. كنوع من انواع التسهيل، نحن في انتظار الكشف عن مزيد من الاليات التنفيذيه. اشكرك الاستاذ محمد سرور على هذا التوضيح، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب.